قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. عشان الحكومة ذات كلها أساتذة كلها حركة تفتاد الدماء من هذا الشباب لتكون كبيرة شديد في الحكومة. من ما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تنشر الناس الكبار وبينتجرين في نفس الشيء القديم يعني إبدأ يا أخي خلاص أنتوا قبل الشباب دي الفرصة. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف عدد من القيادات الشبابية للحديث حول الراهن السياسي وحول الخطوات الجارية لإجراء تسوية سياسية في البلاد. ضيوف الحلقة كل من أسماء النور من التجمع النسوي بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، وأبو زر محمود من لجان مقاومة كادوغلي بولاية جنوب كردفان، ودكتور أمل محمد أبراهيم من لجان مقاومة مدينة سنار، وحسين السيد من لجان مقاومة مدينة الضين بولاية شرقي دارفور. في البداية مستمعينا الأعزاء، حتكون معنا أسماء النور من التجمع النسوي بمدينة الفاشر. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، ورأيك شنو حول الدعوات والخطوات الماشية لإجراء تسوية سياسية في السودان بين القوى المختلفة؟ طيب أنا لو سمحت لي، أي تسوية ما بتضمن لنا إبعاد العسكر من المشهد السياسي وما بتضمن لنا إبعاد اللجنة الأمنية للبشير، نحن ما معه. نحن التسوية اللي بنعرفها إنه العسكر يمشي السكنات والحكومة تكون حكومة مدنية خالصة. نحن بنعرف إنه العسكر ده مكانهم الوحيد اللي بنعرفه القيادة. السياسة بيمارسوها الأحزاب السياسية، الحكومة تكون حكومة مدنية صرفة، ده نحن كقوة مدنية كلنا بنآمن بالحاجة دي. لكن هم بيقول إنهم أيوة. هم عايزين يعني عايزين يعملوا تسوية سياسية على أساس إنه أيوة. كيف يديروا الفترة الانتقالية لما نيجي شنو يعني بعد ذاك يجي انتخابات والأحزاب السياسية أيوة. تنتخب يعني بعد ذاك الحكم بيكون للأحزاب يعني. والله نحن العسكر بتجاربنا معاهم ما عندهم أي ضمانات في كلام هم بيقولوا. حاليا نحن بنصنف الحاجة اللي قاعد يقولها البرهان ده هو كزول انقلابي، كلام بس بتاع كلام من أجل الكلام ومحاولة لأنه يحاول بقدر الإمكان يخدر بها الشعب السوداني. نحن ما حنقبل منه أي كلام يقوله كلام غير أنه يعترف أنه هو عمل انقلاب وحاول يقوض الدستور. الحل الوحيد اللي هو يعمل انه يقدم روحه ذاته لمحاكمة عادلة ويتنحى عن السلطة ويتحاسب على كل الجرائم اللي ارتكبت ضد الشعب السوداني وضد الثوار السلميين اللي كانوا في الشوارع. بعد ذلك نحن ممكن نقدر نشوف يا الشعب السوداني هو اللي بيقرر، الشارع هو اللي بيقرر يتعاملوا معه كيف في الفترة الجاية. لكن الكلام اي تسوية اي حزب سياسي او اي جسم بيحاول هو بيعترف بالبرهان وبيقبل منه تسوية، نحن بالنسبة لنا ما مقبول وبنعتبره زيه زي البرهان واحد. الطرق اتقفلت قدام البرهان وهو بيحاول يخدر الشعب السوداني بكلام بتاع تسوية وقصص زي دي. ما في أي تسوية مقبولة. اللاءات الثلاثة دي نحن متمسكين بها وحنظل برضو في الشوارع لغاية نصل لمبتغانا. شكرا لك أسماء النور من التجمع النسوي بمدينة الفاشر. شكرا. والآن ننتقل إلى أبو زر محمود عضو لجان مقاومة كادوغلي. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. والله نحن أولا بالنسبة للكلام اللي بيقوله البرهان ده، نحن كلجان مقاومة طبعا موقفنا ثابت، عندنا لا شراكة لا تفاوض لا هذا الثلاثة دي نحن متفقين فيها من بدايتنا. وأي عملية يعني التصحيح ما بيبدأ، التصحيح هو بيجي من اتجاه الشعب مش بيجي من اتجاه العساكر. يعني كون البرهان هو بيبدأ مرحلة بتاع التصحيح فده بعيد بكل البعد. يعني نحن رأينا من 25 أكتوبر إنه ده انقلاب، وأي عملية جابها البرهان إن كانت مصالحة أو غير مصالحة نحن بنعتبرها دي ما مصالحة. وزي ما قلنا رأينا من البداية وأنا ممكن ذكرت في حوار سابق إنه نحن ما بنستبعد إنه الأحزاب السياسية هي زالة يوم من الأيام تجي بوجه آخر وتشرعنا الانقلاب ده. دي أصلاً نحن دي حاجة خاطئناها وحيحصل يومها. الكلام اللي بيقوله البرهان ده نحن كلجان مقاومة قاعدين دائماً بنقول التصحيح بتاع يجيبه الشعب مش بصحيح. البرهان هو اللي بصحيح ولا هو المعني بالتصحيح. الشعب السوداني هو اللي بيعرف
يقيم وبيعرف بيصحح. عندنا الاتفاق بتاع سلطة الشعب ده اللي هو أصلا قائم على أساس فهم بتاع لجان مقاومة، إن كان في تصحيح فعلا فالأجدر إنه يبني عليه، ولكن الخطوة اللي جايبها البرهان ده إنه هيطلق إطلق سراح على المعتقلين دي باعتبار هو أول حاجة عامل تمهيد إنه داير يطلق كل المعتقلين الأول المسجونين المطالبين من قبل المؤتمر الوطني، لكن داير يغطي تغطية فقط إنه يطلع لي اثنين ثلاثة من السوار ويقول أنا إحنا أخرجنا وأطلقنا سراح المعتقلين. فنحن كلجان مقاومة الخطوة اللي قاعد يكون بها البرهان دي ما بتعنينا تماما، ونحن سائرين في خطنا إلى أن نصل لدولة نحن اللي بنقرر فيها كشعب مش بقرر فيها البرهان. طيب إذا الأحزاب السياسية كلها وافقت ومشوا في الخطوة دي زائد الحركات الموقعة هسي سلام مع المجلس العسكري، والناس دي كلهم مشوا في الاتجاه بتاعت إنه يكون في سلام ويكون في مخرج للأزمة السياسية دي، انتم ما هتكونوا معزولين براكم. طيب اذا كل الاحزاب السياسيه دي رؤيه بتاعت الاحزاب السياسيه دي احنا ما عندنا فيها دخل، لكن طالما العسكر في المشهد احنا خطنا واضح ان احنا ضد تحكم العسكر. اذا كان في مصالحه زي ما هو بيقول البرهان انه هيكون في مصالحه شامله وهيكون في خطوه جديده وكده، الكلام ده احنا بنقوم بيان بالعمل، وهو كعسكر يبعد من المشهد تماما ويدي إدارة المشهد للشعب يديره بالطريقة اللي براها مناسبة بالفترة اللي بتشوفها هي إنها بتخدم الشعب السوداني، لكن إدارة بتاعت مشهد بيرمود بتاع عساكر إحنا ما جزء منها، لكن إحنا أصلا ما ضد العسكر في الحكم مش ضد العسكر كأشخاص، يعني العسكر هم في الحكم إحنا ضدهم تماما، لكن العسكر كأشخاص إحنا ما ضدهم تماما. وإذا كان في مصالحة عامة بتشمل كل الشعب السوداني والعسكر بيكون بعيدين من المشهد لسكناتهم، فيبقى نحن في المرحلة دي نحن بنأيد الخطوة. نعم، يعني إذا الإجراء بتاعت التسوية بيضمن إنه العسكر يمشوا للسكنات أنتم ممكن تشاركوا. يعني احنا ممكن نشارك إذا العسكر بيمشوا للسكنات وهم بيلتزموا بواجبهم اتجاه إنهم عساكر اتجاه الدولة فقط، وليس لكم حقوق في التدخل بتاع السلطة أو في الحكم، احنا ما بكون عندنا مشكله، لكن طالما العسكر بيكونوا عندهم تدخلهم الواضح من تجربتنا بتاعت الفتره الانتقاليه دي احنا بقت لنا درس، و 25 اكتوبر احنا بنعتبرها انقلاب. نعم، وتعتقد انهم فعلا يعني الخطوه دي هم جادين فيها، ممكن البرهان يجد فيها انه فعلا عايزين مصالحه حقيقيه، ولا بتفتكر انه ممكن يكون لاهداف مرحليه يعني؟ والله ان احنا دائما ما قاعدين نحسن الظن في العساكر كلجان مقاومه، يعني احسان الظن في العساكر دي كتجربه مرحليه دي احنا تجاوزناها، قد يكون دي مراوغه انه يكون في حكومه شكليه، الحكومه الشكليه تدار بريموت كنترول من العساكر يوجهها ويبقى ما هم عايزين، لكن ان بقت في حكومه وجدت انه في حكومه بيديرها الشعب السوداني هو بيقرر فيها الشعب السوداني عموما، والعسكر هم لحاجاتهم اللي بتعنيهم كجزء مكون اصيل من مكونات الدوله ولكن ليس في تراس السلطه، وبك في حسن نوايا صفحه جديده، لكن الصفحه الجديده بشرط انه العساكر ما يكونوا في السلطه. نحن ما عندنا مشكله لان نحن جزء من الشعب السوداني، ونحن دايرين انه الشعب السوداني ده اصلا يتوحد ونعيش في دولة تقبلنا جميعا كلنا كسودانيين في المقام الأول بغض النظر إنه أشكالنا شنو وتعدياتنا ونوعنا وثقافتنا وأدياننا. الحاجة دي نحن أصلا كرجال مقاومة ساعين لأن نحن كلنا نكون في قالب واحد، قاسم مشترك يقبلنا كلنا، والقاسم المشترك هو الدولة السودانية، ندير نحن كشعب وليس العساكر في المقام الأول. نحن الرؤية بتاعت البرهان 90% بنقول إنها هي مراوغة سياسية وليس إلا. شكرا لك أبو زر، عضو لجان مقاومة كادوغلي بولاية جنوب كردفان، على المشاركة في راديو دبنجا. الله يديك العافية. مستمعينا الأفاضل، فاصل موسيقي قصير ونعود. كل جزيرة
مرحبا بكم مجددا ضيوفي الكرام، وحيتواصل موضوع حلقتنا اليوم من قضايا الشباب حول الراهن السياسي والخطوات الجارية لإجراء تسوية سياسية في البلاد. والآن حتكون معنا دكتورة أمل محمد إبراهيم من لجان مقاومة مدينة سنار. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. والله لسه متمسكين بالعادة الثلاثة، لا شراكة ولا شرعية ولا مساومة ولا تفاوض، طبعا بالنسبة لنا مرفوضة. وكل الهزة حاليا مطروح ده، دي مبادرات، دي اختراقات، يعني أصلا أي مبادرة هزة مطروحة فيها شراكة بتاع العسكر، ده الغاصب المشترك. أي مبادرة تقدمت ما يتقدم فيها حل كان بيحمل شعار لجان المقاومة ولا أطل الثلاثة. فعشان كده نحن شايفينها إنها هي دي زي ما بيقولوا ديال الناس هزة حاليا من الأحزاب، أحزاب الهبوط الناعم، عارفين عليها نفس من ضمنهم الهزة حاليا بروجوا لها نظر الحرية والتغيير. والحرية والتغيير عندهم جناح، زي مرة يقول لك نحن متمسكين بالهزة الثلاثة، ومرة يجي يقول لك في ناس بتفاوض من حزب الأمة من الاتحاد الديمقراطي، وهم دل زي بقول الهزة حاليا مقدمين هم المبادرات الحلول. لكن لي أنا مهمة مصرة، وهذا حاليا الإعداد خلاص بتاع الميثاق انتهى تقريبا، لحد أمس كان آخر نسخة منقحة. أنا علينا إن شاء الله في المليونيات الجاية دي عندنا فكرة تعطي الاحتفام قائمة، ما زالت قائمة، يعني هلقي بالنسبة لنا يقولوا الأمل الباقي، يعني يوم 30 بالنسبة لنا الحد الفاضل 30 يونيو. لكن ما بترى إنه التسوية دي زجاجات لازم يكون في تنازلات ولا كيف؟ ما هي التسوية أساسا فيها تنازلات، نحن جربناه، يعني إحنا ما قاعدين نتكلم زي ما يقولوا كلام، لا نحن جربناه من قبل كده. هي والبرية نحن ذاتنا في البداية كنا رافضين مجرد التفاوض من الأول، لكن جو ثاني فاوضوا، حتى بعض المجزرة فاوضوا وبعدوا وعمر وماذا بعد، يعني هذه حاليا جات نفس القصة. بس إذا كان هسي حاليا البرهان بيقول دائري يعمل هيئة الأجواء والمناخ للحوار، وما زال بيحتفل في لجان المقاومة، وما زال لحد أمس في ضرب في شوارع أم درمان، يعني هذه كيف الناس كلها نحن قلنا نحن نازل أنتم ماشيين في حفظ المقاومة بتتبر تتحاوروا مع ذول لحد أصلا بيضربوا بيحتغي ما بتنازل بتنازل لمنه أصلا البرهان أصلا ما عنده أصلا ما عنده كتاب وغير كذاب ولا غير موثوق به، ما ثبت في حاجة. يعني هسه نحن لو قلنا نحن جينا عليهم وقلنا والله نحن نجي ونتفاوض، ونتفاوض منو نحاور منو اذا كان انت مشتغل كل الغيابات بتاعت لجان المقاومه وغيابات الاحزاب مشتغله في بطريقه مهينه، وحتى ما مديها حقها القانوني. يعني نحن عندنا هسه في لجان المقاومه ناس اتمنى وناس بس مقيدين مقيدين كده بالجنازير، خاصينهم في حته ما معروفه وين، مانعين منهم اي حاجه، يا اخي الدل بيساعدوهم في الشمس 9 ساعات في رمضان، انت بتمارس في تعزيز داير تفاوض تفاوض منه؟ احنا ما عندنا انت اللي سيطرة ابدا حسنية هسي حاليا منه ما نحن ما نقبله، وهو ما ساعي له لانه نحن الاستراغات هسي حاليا اللي قدموها الاحزاب هو حاليا داير شرعين بها، لانه هسي يوم 1/6 خلاص لما نزلون تاني الظروف الجاية من برا دي هتتحول لدول تانية، وهم هسي حاليا جارين ورينا ونشرعنوا الانقلاب حقهم الاتحاد الديمقراطي من مدارة المبادرة بتاعت الاتحاد الديمقراطي وبتاع حزب الأمة اللي هي قايدينها العجائز ديل، ودايرين يكونوا بها هم الحاضنة الجديدة بالنسبة لهم. لكن دي ما حتمشي، أي حل يتجاوز الشارع تأكد إنه مصيره الفشل، أي حتى من هو الحرية والتغيير. ناس جوا وناس برا ما ينفع، ما ينفع يا فرع عرمان أنت معانا في الشارع وعقار قاعد في السيادي، وما ينفع بور مناصر قاعد يفاوض في العساكر ومريم قاعدة في الشارع، دي ما بينفع الكلام ده اللي شو فيه نظر الحرية والتغيير ده نحن ما بينفع معانا، والشارع ما بينفع. الشارع داير هسي حاليا قدم مساهو وحيشكل حكومته وحيعلنها، عندنا اعتصام حتى هسي حاليا ما عارفين زي ما يقولوا حددنا وين، هل السفارة الأمريكية ولا المطار ولا لكن باين، يعني احنا اي مساومه بس حاليا احنا ما داخلين فيها لانها دي سرعنا والناس شديد، الشارع ضاغط
الخارجي ضاغط عليهم، اداهم فرصه. حتى حال حتى اللجنه الثلاثيه دي حددت يوم 1/6 اخر موعد، ما وصلت لحل حتتركهم حتتوجهون دايرين القروض، ما دايرين اي حاجه. شكرا لك دكتوره امل محمد من لجان مقاومه سنر. الله يبارك فيك، شكرا لك. اخيرا اعزائي المستمعين، معانا حسين السيد من لجان مقاومه مدينه الضين بولايه شرق دارفور. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. التجربه بتاعه ثوره ديسمبر المجيده اللي اطاحت باسوا نظام ديكتاتوري حكم السودان نظام البشير، هي تجربه كانت متفرده جدا جدا. الشعب السوداني كله التف حول تجمع المهنيين اللي كنا ما بنعرفه بصورة حضارية وبصورة سلمية لحد ما صدقنا النظام المتوحش، نظام المؤتمر الوطني. بعد ذلك جاءت اللجنة الأمنية للنظام المؤتمر الوطني أو القوة الإنقلابية الموجودة الآن في السلطة. الشعب السوداني يعني تعامل معها بحسن نية، وافتكرنا أنه التغيير تم في 11 أبريل هو تغيير جذري لنظام البطشي ونظام الجبهة الإسلامية السيء لنظام جديد يواكب المتغيرات الجديدة في الإقليمية والدولية، نلحق بالعالم المتقدم، نلحق بالديمقراطية، نمارس العمل الديمقراطي في بلدنا. لكن للأسف الشديد الشعب السوداني اتخضع بقوة هي كانت طامعة في السلطة وكانت امتداد لنظام الجبهة الإسلامية، أو بصريح العبارة القوة التفاوض القوة الحرية والتغيير في الفترة دي والوقعت الوثيقة الدستورية ما كانت هي القوة الشريفة الممكن الناس تعتمينها لقدام. تعود عجلة التاريخ ثاني اللي وراء الآن المكون العسكري الوقع الوثيقة الدستورية، وبعد ذلك جنقلب على الوثيقة الدستورية دي نفسها، ويعني عمل اتفاق مع عبدالله حمدوك في 21 أكتوبر عشان يواصل سلطته، وكل المحاولات دي فشلت. نفس المكون العسكري الآن بيطرح مبادرة جديدة هي وفاق سياسي بين كل القوى السياسية ما عدا المؤتمر الوطني. أنا أفتكر أن الشباب في لجان المقاومة في كل السودان وفي كل الولايات ناس ما حقوا تاني تقع في نفس الأخطاء اللي وقعت فيها قوى الحرية والتغيير، فاوضت مع اللجنة الأمنية لعمر البشير، وفي النهاية اللجنة الأمنية ما أوفت بكل العهود اللي بينها وبين قوى الحرية والتغيير. وفي النهايه شفنا عبد الله حمدوك رئيس الحكومه وكل الغادب يعني الحريه والتغيير في السجون، وحدث ما حدث زي ما بيقول المقوله المشهوره، فالناس ما حقوا تكرر نفس التجربه للمره الثانيه. ناس تواصل في طريقها السلمي النضالي الى ان تتحقق المدنيه الكامله لحد ما الناس كل رموز النظام البائد يتحاكموا، الناس اللي ارتكبوا مجازر دموية في دارفور وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق يتسلموا للمحكمة الجنائية الدولية، ناس اتفقوا دماء الشعب السوداني في اعتصام القيادة العامة، وما بعد 25 أكتوبر الآن أكثر من 90 شهيد. كل الشهداء دي ما لم نقص عليهم بالكامل، ما لم ناس تحقق العدالة بشكل كامل، تحقق السلام بشكل كامل، أنا أفتكر ما حقوا الناس تخوض نفس التجربة القديمة وتتحالف للمرة الثانية مع اللجنة الأمنية لعمر البشير. نعم، لكن في أحزاب برضو يعني ممكن تمشي في الاتجاه دي، الحاجة دي ما بتكون عندها تأثير بالنسبة للشارع والحراك إذا الأحزاب دي مشت مع الاتجاه بتاعت اللي هو التسوية السياسية. الأحزاب السياسية من الانقلاب تم يوم 25، وبعد ذلك الاتفاق بتاع عبدالله حمدوك مع عبد الفتاح البرهان، الأحزاب كان عندها النية، بل هي كانت جزء من الاتفاق اللي وقعه حمدوك مع العساكر للرجوع للوثيقة الدستورية وللشراكة من جديد. لولا ضغط الشارع والاصطفاف الشعبي الكبير اللي قاموا به الشباب في لجان المقاومة والمقاومة الشرسة للانقلاب، الأحزاب كان وقعت اتفاق، كان رجعوا لنفس الوثيقة الدستورية ورجعوا لنفس الشراكة، وكان استمرين في نفس الطريقة اللي كانت ماشية. الأحزاب أصلا في جزء كبير جدا جدا من الأحزاب السياسية هي أهمها الأول والأساسي إنها تشارك في السلطة وتحقق مكاسب سياسية عن طريق المحاصصات اللي شفناها في الفترة اللي فاتت. الشارع كلمته كانت متوحدة، كلمته كانت قوية، رافض الانقلاب بشكل نهائي. شعب السودان اللي صبر من سنة 56 لحد يوم الليلة، يعني ما ممكن الناس تكون بس ماشي في انقلاب تجي ديمقراطية أو فترة انتقالية ديمقراطية ثاني نرجع للانقلاب من جديد. الناس المرة دي اتفت التفاف واحد واضح انه ثاني السودان ده ما ممكن يتحكم في انقلاب عسكري اطلاقا.
عشان كده التضحيات كانت كبيره وكانت عظيمه، وده الخوف الاحزاب السياسيه خلاها تذوب او تهرب من الاتفاق اللي عمله عبد الله حمدوك. في النهايه عبد الله حمدوك لقى نفسه هو محرج وهو بيواجه في المد الثوري في الشارع وبيواجه في الغمع اللي بيمارسوه العساكر واللجنه الامنيه، في النهايه انسحب من المشهد السياسي وفات. الاحزاب بطريقتها المعروفه برضه لما شافت الضغط الشعبي الكبير على الانقلاب لقت نفسها مضطره انها تلتف حول الشعار اللي بيقول لا مساومه لا شراكه لا تفاوض. الان يعني هم حسوا انه المد الثوري شبه ماشي انحسر، لكن انا باكد انه هذا ما انحسار، هو يعني الناس في مرحله بتاعه ترتيب الصفوف، الناس في مرحله بتاعه الاستكانه، بعد ذاك المد الثوري حيقوم بصوره اقوى وافضل من الفتره اللي فاتت. لما حسوا انه المد الثوري ماشي خف شويه ثاني دليل يرجعوا للمراوغه ويرجعوا للالتفاف على قضايا الجماهير عشان يمشوا يعملوا تسويه من جديد، يعملوا شراكه من جديد عشان يصلوا للسلطه قبل الاستحقاق الانتخابي. انا مفتكر انه الشعب السوداني غرر تماما انه ما في حاجه ثاني او ما في انقلاب حيحكم السودان ده للابد. الناس قدمت تضحيات، الناس مستعده تقدم تضحيات للمره الثانيه وللمره الثالثه لحد ما الناس تصل لكل الاهداف اللي خططها قدامها. شكرا لك حسين السيد، عضو لجان مقاومه مدينه الضيعين بولايه شرق دارفور. تسلم تسلم استاذ، الله يخليك. مستمعينا الاعزاء، كده بنكون وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامج قضايا الشباب حول الراهن السياسي والتحركات الجاريه لطي الازمه السياسيه في البلاد. شكرا لكم والى اللقاء.